بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بدر بنجر وحلقة أخرى من إندونيسيا الحياة. اليوم أنتم أبطال هذه الحلقة أيها الجمهور الرائع والوفي. تبوا تعرفوا ليش؟ قبل أن نبدأ الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتعطونا لايكات. هيا بنا. إندونيسيا الحياة للأمام، إندونيسيا الحياة للأمام، من سبان نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام، شعب مبتسم متواضع يرحب بالضيف رائع، بين القرى والمدن حب وئام وحلم. الحمد لله وبفضل من الله ثم بدعمكم لنا أيها الجمهور الرائع وصلنا لألف مشترك في القناة خلال مدة أسبوعين تقريبا من أول فيديو رفعناه على القناة، واستنادا للحديث النبوي الذي يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في هذه الحلقة راح نشكركم يا أيها الجمهور بطريقتنا الخاصة. فالحمد لله أولا وأخيرا، ثم شكرا جزيلا لكم من القلب على دعمكم هذا الذي يدل على حبكم لنا وحبكم لما نقدمه من مواضيع وفيديوهات عبر قناة إندونيسيا الحياة. وراح نشكر الجمهور الوفي في كل برنامج لوحده. نبدأ باليوتيوب. بصراحة تفاعلكم في أول حلقة نشرناها على اليوتيوب كان جدا جميل، وزاد هذا التفاعل يوم نزلنا حلقة ليش غيرت القناة. في ذيك الحلقة جاتني كميات كبيرة من التعليقات وعبارات التحفيز والدعم، بصراحة ما أقدر أوفيكم حقكم في الرد عليها إلا أن أقول جزاكم الله خير. بالفعل كانت حلقة جدا مؤثرة فيها، وكان ردود الفعل جدا جميل في تلك الحلقة. أما في تويتر فبسبب تهكير حسابنا القديم عملنا حساب جديد، والحمد لله كان التفاعل والدعم جدا جميل من الإخوة التويتريون، وأخص بالذكر أبو عصام وأبو خالد صاحب حساب صور إندونيسيا. روحوا تابعوه في تويتر، صراحة حسابه ما شاء الله تبارك الله جميل جدا، وفيه كل المعلومات تقريبا عن إندونيسيا. وما أقدر أقول إلا إن أقول لهم جزاكم الله خير وربنا يوفقكم ويرعاكم إن شاء الله. أخواني التويتريون أنتم كذا. فيسبوك وإنستغرام، الحمد لله حسابات فيسبوك وإنستغرام كانت وما زالت تحت السيطرة، وقبل لا تتهكر علينا تداركنا الموضوع والحمد لله ضبطنا الأمور. أشكر جميع متابعينا على الفيسبوك وإنستغرام على دعمهم المستمر لنا. حساب السناب شات، هذا التطبيق صراحة نزلته أكثر من مرة وحذفته، مش إني مش مقتنع فيه، بس لأني شفت أغلب اللي استخدموا السناب شات يتكلموا عن يومياتهم وأنا ما أحب أتكلم عن يومياتي. فبسبب تكرار الطلب من المتابعين إني ننزل سناب شات دخلت عالم السناب شات، والحمد لله صراحة تفاجأت جدا بكمية الإضافات والترحيب من السنابيون. فأنتم السنابيون صراحة فلاوية ما شاء الله عليكم. فالحمد لله لما دخلت عالم السناب أشكر جزيل الشكر الأستاذ أبو خالد صاحب حساب جاكا في تويتر وحساب إندونيسيا بالعربي في اليوتيوب، صراحة دعمني كثير في حساب السناب شات. شكرا جزيلا أبو خالد، وشكرا لكم أيها السنابيون، شكرا من القلب. أما على الواتساب فما أقدر أقول إلا شكرا، بارك الله فيكم جميعا على السؤال والتواصل.
والشكر موصول لجروب خليجيون في إندونيسيا. هذا الجروب صراحة جدا رائع وقوانينه وأهدافه جدا سامية، فتابعوهم في تويتر، وكمان إذا قدرت تخش عليهم في الواتساب. أعتذر لكل شخص ما رديت عليه في تعليق أو في رسالة، مش إني ما برد عليكم، ولكن بسبب كمية التواصل وكمية التعليقات والرسائل اللي تجيني في جميع برامج التواصل الاجتماعي ما ألحق أرد عليكم. طبعاً أنا إنسان عادي، عندي أمور، عندي شغلات، فأخلص أشغالي فأنسى إني أرد عليكم. لكن للناس اللي ما رديت عليهم، الرجاء أنكم تذكروني بتعليق آخر أو تتواصلوا معي على الواتساب، لأن الواتساب دائما أشيك عليه. بقية البرامج التواصل الاجتماعي يعني بين فترة وفترة أشيك عليها، لكن للناس اللي ما رديت عليهم فأنا آسف جدا جدا جدا، أعذروني. وبهذه المناسبة راح نحتفل بكم أيها الجمهور الرائع والوفي، وإن شاء الله راح نقدم صدقات وأعمال خيرية بالتعاون مع فريق الباقيات الصالحات لإفطار صائم على الوالدين يوم الجمعة، خلاف ما تقدمتوه من مساعدات وصدقات مباشرة للفريق. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه جواد كريم. إندونيسيا الحياة للأمام، إندونيسيا الحياة للأمام، من سبق نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام، شعب مبتسم متواضع يرحب بالضيف رائع بين القرى والمدن. كثير منكم كان يسأل ويستفسر، وهنا إن شاء الله راح أجاوب على بعض الأسئلة المكررة دائما. طبعا السؤال الأول يقول: إيش راح تعمل بالقناة القديمة؟ وإيش وضع الفيديوهات السابقة في القناة القديمة؟ طبعا هذا السؤال أتكرر كثير، سواء في الفيس أو سواء في في الواتساب أكثر شيء صراحة. يعني القناة القديمة راح أتركها زي ما هي إلى أشعار آخر، ما أدري متى إيش حيصير فيها في المستقبل، ما أدري إيش حيصير. أما الفيديوهات السابقة والموجودة في القناة راح أحاول إعادة صياغتها من جديد، وأصورها من جديد وأنزلها في قناتنا الجديدة هذه إن شاء الله. أما السؤال الثاني يقول: ما هي أشهر التطبيقات الإندونيسية لديكم في التسوق والتنقل؟ الجواب حيكون: البرامج والتطبيقات كثيرة والسوق بها مزدحم جدا. على سبيل المثال، برامج التسوق أونلاين في عندك توكوبيديا، شوبي، لازادا، بوكالابك، أكولاكو، وللأشياء المستعملة في تطبيق اسمه OLX. أما التطبيقات وبرامج التنقل الإندونيسية عندك جوجيك. جوجيك هذا البرنامج وهذا التطبيق صراحة فيه خدمات كثيرة، من توصيل بالدباب، بالسيارة، حتى بالباصات ممكن للجروبات الكبيرة، وفيها أيضا توصيل طلبات سواء إرسال أغراض شخصية أو شراء من المحلات والمطاعم أو حتى التسوق بالنيابة عنك. وكمان خدمة التنظيف جو كلين، هنا تطلب شخص ينظف لك البيت سواء رجل أو امرأة حسب نوع الشغل اللي تحتاجه. طبعا التطبيق خدماته كثيرة، وهذه مش دعاية لهم ولكن جواب للأسئلة اللي وصلتني. كمان عندكم تطبيق جراب، تطبيق جراب تقريبا مشابه لتطبيق جو جيك، وهم يقولوا انه هذا التطبيق طبعا خارجي مقره في سنغافورة. يعني أساساً التطبيق مش إندونيسي 100%، ولكن فيه شركاء من ماليزيا ومن سنغافورة ومن إندونيسيا. السؤال الثالث: ليش ما تفتح قناة تعلم اللغة الإندونيسية؟ جوابي حيكون: يشرفني أن أفتح قناة متخصصة في تعلم اللغة الإندونيسية، لكن الوقت الحالي ما توفرت الظروف والمعطيات وكذلك الوقت الكافي لهذه الخطوة. لكن إن شاء الله في المستقبل راح ننزل حلقات بسيطة نتكلم فيها عن تعلم اللغة الإندونيسية،
وإذا وجدت تجاوب جميل وجمهور كبير ممكن نفتح قناة متخصصة في تعلم اللغة الإندونيسية. وبمناسبة قرب عيد الفطر المبارك ورغبة منا مشاركتكم الأعياد والأفراح، نرحب بكم في مبادرة عمل فيديو من الجمهور نعرضها في قناتنا. الفيديو عبارة عن مقطع بسيط سواء بالجوال أو بالكاميرا، ولكن إذا كان بالجوال التصوير حيكون بالعرض. يقول فيها مثلا: من بكاسي نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام، كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك، أخوكم بدر بنجا. وإذا كنت مثلا في مكة أو في جدة أو في أي مكان تقول حسب المنطقة اللي أنت فيها. مثال بسيط آخر: من جدة نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، أخوكم صالح الأحمد. سلامت هاري رايا إيدو الفطري من العيدين والفائزين، مهل معاف لاهير دان باتين. Dari Jakarta mengirim salam إندونيسيا الحياة للأمام. مثلا وهكذا. فنبغى تفاعل منكم، وراسلونا على رقم الجوال ولا على الإيميل. تحياتي. وبكذا نصل لنهاية حلقتنا لليوم. إذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان، وادعمونا باللايكات، واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات الأخرى. سامباي جمبلاقي. جزاكم الله خير جمهور إندونيسيا الحياة.